لا تقارن الشعب التونسي ببقية الشعوب العربية. جاوبني بسرعة. خصو يتعاطف مع المتظاهرين. لا متعاطف مع المتظاهرين بالتأكيد. بس خلي خلينا ما تبقاش قاطع طول الوقت. يقتل القاتل يمشي في جنازته. مثل هذه الصورة نتاع الدكتاتور اللي جاب انقلاب على 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 على, على كل ما هو قائم في تونس. أنت اللي زرته محمد من سوريا لمصر للمغرب للجزائر، وقد رأيت ما حدث في الجزائر، إلى تونس كل يثور. في سوريا اليوم مثل ما هو في تونس، في مصر اليوم مثل ما هو في تونس، بس الفرق أن تونس قدمت خطوات أسابيع ربما أشهر، ولكن الكل سيتحرك لأن لم نعد ما نخسر. نحن أموات يعني لن تستطيع أن تقتلونا. يعني تقول للشعب العربي لن تخسروا في هذه الانتفاضة. لن تخسروا شيء. تخسروا جوعكم وذلكم. أيوة. وكبتكم وسجنكم. قوموا يعني. نحن سجناء. يا سيدي قول لنا متى ستنزل في مطار الجزائر لقيادة. أنا والله ما أحببت. أكمل. والله ما أحببت إلا أن أكون في الجزائر اليوم. نحن. ما الذي منعك؟ ما الذي منعك؟ نحن تحت حذاء ليس فقط دكتاتورية بل خونة الآن. ثبت أنهم أصبحوا خونة يتآمرون على شعوبهم. ثبت أنهم يقال أن هذه الشعوب قالوا اضرب بالطائرات واحنا حنتبنى مين هذا الرئيس اليمني؟ الرئيس اليمني. واسمع السعودي واسمع المصري واسمع الجزائري بيقول له لو كنت مثل مبارك نقطع على غزه اكثر مما فعل مبارك. الكل من هذا هؤلاء العملاء انتهى. حتى في ايام دكتاتوريه ناصر ودكتاتوريه صدام ودكتاتوريه بومدين كانت دكتاتوريه، لكن كان في شهامه، كان في حد من الكرامه، كان في هؤلاء. لا تركونا شهامة ولا تركونا كرامة ولا تركونا خبز ولا تركونا ماء ولا تركونا تدفئة ولا تركونا 95% من الشعوب العربية تعاني. هناك اليوم مجتمع 5% فقط الوحيد اللي بيعيش، الباقي كله. وتحالفت المافيا في كل مكان مع أجهزة الأمن، وأصبحت الدولة ليس أمنية مافياوية. أمريكان أصدقائهم حلفائهم واللي بدونهم ويتحدث على المعارضة الشريفة، بدون أمريكا وبدون فرنسا والله ما بقي لا بن علي ولا الجنرال في تونس ولا في المغرب ولا في مصر، والله ما بقي واحد. وانظر بصدور عارية شباب في عزة البوعزيزي وغير البوعزيزي وفي كل مكان يتحركون وسيتحركون. سيتحركون في سوريا وسيتحركون في مصر وسيتحركون في اليمن وفي البحرين وفي السعودية وفي الجزائر. تحركوا وانظر ماذا فعل. في كل مكان تحركوا وسيتحركون. قلت هالك قبل سنتين ونصف عندما حضرت هنا وكان أمامي تونسي عميل آخر. كان أمام تونسي عميل آخر. احترم الناس يا رجل. سيقتل الناس أنفسهم. سينتحرون. وسيثورون. ولقد ثاروا. ولقد ثاروا. بس البعض يقول إنها يعني الناس العرب الشعب العربي يثور من أجل لقمة العيش ويسكت. يعني مش ثورة كرامة. هل هي ثورة كرامة أو ثورة خبز؟ باختصار. بن علي يا جبان تونس لا تهان. هكذا رفعت الشعارات. يا عصابة السراق الشغل استحقاق. كرامة. لا نريد خبز من عندهم، نريد وطننا، لأن وطننا اليوم. وهل ينطبق هذا على بقية الدول؟ اليوم استعمار أسوأ من الاستعمار. ينطبق هذا على بقية الدول؟ كل الدول العربية من محيط إلى الخليج بلا استثناء. وكل الشعوب العربية ستنتفض. وأعدك وسأجلس معك ربما هنا وفي مكان آخر، وسيسمع العالم في يوم ما أن اليمنيين قد انتفضوا على هذا الطاغية، وأن المصريين قد سحلوا هذا الطاغية، وأن الجزائريين قد أنهوا هؤلاء الطغاة، وأن وهؤلاء هم الأقرب. بن علي وعصابته والطرابلسية أقرب اليوم إلى السقوط. والله لو تستمر هذه الانتفاضة أسابيع، وأنا لا أقول إنما أتوقع، لا يسقط هذا الطاغية مثل ما سقط تشاوسيسكو وسقط آخرون. نحن اليوم لولا الغرب، لولا الغرب لتحررنا، لأن الغرب يعلم أننا عندما نتحرر سنقلب هذا العالم. جميل. ونوازن هذا جميل العالم جدا. طيب ردا على هذا الكلام، أنت تعرف كيف سقط